اتسرق من زوار. انتوا كنتوا فين؟ انتوا غفر انتوا؟ انتوا حتى ما حصلتوش فرقة كورة حريمي. ولا بلاش دي خشنا عليكم شوية. انتوا حتى ما حصلتوش فرقة جمباز ايقاعي من اللي بيقعدوا يتشقلبوا دول ويمسكوا الشريطة ويعملوا كده دول. تضحك عشان ما عندكش دم؟ ما تزعقش عم زعق ليه؟ في ايه يا بعض؟ انت اتجننت ولا ايه؟ هتزوم عليا؟ قصدي هاني شوف انت هملته كده ولا كده ولا نسيته فيه؟ هو ايه يا ابني ده؟ وانا بكلمك عن ساعة؟ لا ما انا خابر. انت عم تدور على البيتش. نايس وان. انت بتسمع جانكس راب ها؟ سنوب دوغ ولا بيجي ولا مين اللي بتحبه اكتر؟ مين؟ اه جات معاك بالغلط. بص يا بعزوق اسمه بيتش شاطئ بيتش. اوكي كلمة تانية عيب ما تقولهاش. عموما انا كنت عارف من الاول ان كلكم مالكوش لزوم وخلاص عملت بلاغ في البوليس ستيشن. ايه يا بوي البوليس ستيشن ضخمة؟ انا بضيع عمري معاكم بفني حياتي في القرية دي. انا بقيت حاسس اني أليس إن وندرلاند. ناقص يبقى وسطكم هنا الراجل اللي جسمه كوتشينة واطلع بره الاقي همتي دمتي على السور. اسمع يا ابني انت هو 24 ساعة البيتش باجي ده يبقى قدامي ولو الكلام ده ما حصلش انا هكلم الكبير ها هيجي يمسككوا سلك عريان ويحلق شنباتكوا دي يلزقها في قفاكوا ويبدلكوا كلكوا بطعم سكيورتي من اللي بيلبسوا قمصان بيبي بلو. الكبير ليه؟ انا هطلع دلوك وهاخد كل الرجاله معايا وهنعملوا حمله وهنقلب المزاريطه فوقيها تحتيها عليها وطيها لحد ما نرجع بالبيتش. دوار الكبير يترق دي تبقى فضيحه وقله مقدار. معلش يا كبير ما تزعلش روحك. الشغله تتسرق عادي اي بود يتسرق عادي انما دوار العمده دي عمرها ما حصلت في المزاريطه. اكيد الناس اللي سرقوا التريسيكل بتوع سجوني دول مش من البلد والحكومه هتجيبهم يعني هتجيبهم. فكها عاد انت ناسي النهارده ايه ولا ايه النهارده؟ لا 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 فاكر النهارده ايه. حد ينسى عيد جوازنا عيد خطوبتنا الانيفرساري بتاع اول مره خرجنا ايوه صح ايش بتفتكري ثانوية أبوك؟ بسم الله عليه أبويا لسه حي. ما تخلص يا شريان إيه جو الفوازير دي؟ قولي لي النهاردة إيه؟ يا راجل في حد ينسى أحلى يوم في حياته؟ ما تقوليش النهاردة ذكرى البلن بتاع الكابتن مجدي عبد الغني في هولندا؟ بلن إيه؟ النهاردة عيد ميلاد عيالك. طب ما عادي عادي كيف؟ عيالك هيتموا سنة وتقول لي عادي؟ يعني عاوزة نعمل إيه يعني؟ أروح أبارك لهم ولا إيه؟ نعملوا كيف ما الناس ما بتعمل. نخش الحمام؟ حمام ايه؟ نعملوا عيد ميلاد. ايه يا ولية مخبل انت؟ العيال عنديهم سنة، تفتكري لو كلم اصحابهم حد منهم حيعرف يجي؟ يا كبير نعزم اصحابنا وقرايبنا احنا. ايوه فهمت. وجيب الراجل بتاع حبة 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 نكبر كيف الحبة ها اسمه طلعت حبة؟ الاستاذ طلعت عطية. ايوه جيبوه. بس يعني احنا عادة ما بنعملوش اعياد ميلاد في الدوار. احنا عادة ما فيش حاجة بتتسرق من الدوار. على قولتك. يعني هنعمل عيد ميلاد؟ ماشي. كبير الحجم. احمر اللون. استخدام مريض. بحالة الفابريقة خرج ولم يعد إلى كل فعال الخير فعلاء الخير. يا سجيني بيه يا سجيني بيه. لقيته الباقي؟ لا انت سايب التدوير عمال تستعبط تلملي في بلالين فاكر نفسك عيل صغير؟ الكبير بعتني قال هات الزينه بتاعت عيد ميلاد ولاده وانا جاي كمان عديت على البريد قالوا له خد الطرد ده بتاع جوني بيه. طرد ده ليا انا؟ ايوه هاته كده. اوه ماي جاد ده كبير. امال كان باين صغير في ايدك ليه؟
طب روح بقى دور على الحاجة. أمرك يا سجون. يا ترى ده إيه؟ المرسل صابرينا. إيه اللي فكرها بإيه؟ From Amsterdam with love. Miss you, baby. عدت ازاي دي من الجمارك؟ انت جيت في وقتك. لا انت عايزه تتاكلي برواقة، تطلعي معايا الاوضه نشغل مزيكا ونخش في الو. ايوه يا استاذني انا هدرس. عارف انك زفت، ما انت مكلمني على الموبايل، انت مكلمني على ارضي، حتى الارضي بقينا بنعرف مين اللي بيتصل دلوقتي. لقينا البادي بتاعك. ايه؟ لقيتوه فين؟ في الجسم. الشرطه هي اللي سرقته؟ لا يا استاذني، هم اللي لاقوه. طب انا جاي، انا جاي دلوقتي. سلام. بجد بجد يا حضره الضابط، ميرسي كتير جدي. انت مش فاهم، انت اكنك زي ما بتقولوا كده احييتني من جديد. يعني البيتش باجي ده له ذكريات خاصه قوي معايا. احنا تحت امرك يا استاذ جولي، الشرطه دايما في خدمه الشعب. ثانك يو ثانك يو. اي كانت ويت. هو هيعدي امتى؟ هو مين؟ البيتش باجي اهو. نايس وان. بجد هو فين؟ ورحمة أمي أهو. أهو إيه ده؟ توك توك. أرقام الشاسيه اللي بلغت عنها في المحضر مطابقة لأرقام المركبة دي. So what؟ يعني لو خدت أرقام الشاسيه دي لزقتها على حوت، هيبقى الحوت ده بتاعي؟ لو لقيته ربنا يبارك لك يبقى بتاعك. أقول لك على حاجة، أرقام الشاسيه لو مطابقة لعيل من عيالي خده، ربنا يبارك لك. ده ورق يا أستاذ جوني وحكومة، ورق. الدنيا مش كلها ورق، في سنس. أنت ما بلغتش عن سنس مسروق. سنس إيه؟ تعالى بس تعالى. ده اوه ماي جاد، ده هو بجد. ايوه. مين اللي عمل فيك كده؟ وايه ده؟ ايه الشخاليل دي كلها؟ والقرد ده مربوط من ده. ده مش ديلو، مش ديلو. حضرة الضابط اتفضل، هات الحيوان اللي عمل العمله دي. سعادتك جاري البحث عنه لحد دلوقتي. بس تصدق يا سيدوني، الواد اللي سرقه دي باين عليه شاب طموح، ده مقفله تكفيله زين. انا كان عندي نفس الفكره دي يا سيدوني، بس انا كنت عاوز اعمله كرفان، ودت لي الفكره من فيلم كرفان في الشارع بتاع الاستاذ عادل امام. اتفضل حضرتك فكهولي. لا احنا نجمع بس ما نفكش. امال مين اللي هيفكهولي؟ نشوف لك حد يفكهولك. والاحسن بقى احنا نعمل لك ورق ونرخصه توك توك، واطلع اشتغل عليه وقلب فيه عيشك، وهيسببها كويسه واخد منك 20%. مش موافق. فرصه حلوه يا سيدوني، وانا هشتغل لك عليه. انا ماشي. رايح فين يا جوني؟ وانت مالك رايح فين؟ يعني ايه انا مالي؟ يا بابت الحلواني ماشي كده، مش في اجراءات لازم تخلص عشان تعرف تمشي؟ اجراءات؟ كلمه اجراءات دي مسلسلاتي جدي، عامله بالظبط زي، على فكره انا معايا كل المستندات اللي ممكن تقول. ايه المستندات وايه الاجراءات؟ ايه الاجراءات؟ هقول لك ايه الاجراءات. هما ساعتين زمن هتقعدوا وهتمضي شويه ورق، وبعد كده تتفضل تمشي. ما قالش ايه الاجراءات برضه، خدت بالك؟ توه قال لك ساعتين
ساعتين مش هينفع ساعتين. ليه؟ علشان ما ينفعش افوت فقره الساحر القالش الكبير. اصله جايب ساحر قالش كل العابه مفقوسه بالنسبه لي، موجوده على اليوتيوب حتى يعني، علشان عيد ميلاد ولاده الاثنين. فكرتني. ايه ده القالش ده ابوك يا راجل؟ الكبير عازبني على المناسبه دي ولازم اتحرك دلوقتي. طب انا هادي معاك يا باشا. يلا يا اجرى. يلا بينا. ايه الوطو ده في يا سيدوني؟ بتبيعني؟ بتبيع الراجل اللي عملك؟ مش هتقف معايا في الاجراءات؟ ايه هي الاجراءات؟ الاجراءات حاجه هتاخد ساعتين كده. وانا هقعد ساعتين يا سيدوني؟ انا لازم اروح دلوقتي عشان ادهز نفسي. تدهز نفسك؟ ما حاسسني اني بكلم انجلينا جولي وهي راح تاخد الاوسكار. ده عيد ميلاد في المزاريطه وانت اساسا معفن. متشكر يا سيدوني. يلا بينا يا باشا. يلا يا هجرس. ابقى حصلنا بقى يا سيدوني. ابقى مني يا جوني. انت مش هتسكت؟ هتسكت يا دوني؟ بلعب بلعب معاك يا بحر. ليه ما تلعبش معايا؟ طب اقول لك سر؟ ايه؟ اديني ودنك. اها. مخبلت اهو في ايه؟ عملت ايه يا اجري؟ انا فضيتكم يا اجري. نغريخ صغيرين نفض بلادكم قسما عظما. العيد غابه فيكم لصفخ وكفته في اسنانه. اهلا 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 حضرة الظابط. هابي نيويورك يا كبير. عقبال ان جالك نجل نجل وكل نجل باسمه. بس يا ريت ننجز عشان سايب الاسم لوحده. امال ايه؟ اتفضل اتفضل. الحقيقه يا مدام هديه ليله من الف ليله. العيد ميلاد ده بيفكرني باول عيد ميلاد عملهولي داد لما خدت بطوله الاسكواش. يا سلام سبحان الله. حضرتك عارفه احمد براده؟ ايوه طبعا. امال ايه؟ هاي كويس جدا. كويسه يعني؟ بس انك عارفاه. عادي عادي روح هات لنا الشموع خلينا نحتفل. يلا يلا بسرعه بدل ده. انت نخاع نخ بطوله سكواش اللي خدتها وانت عندك سنه. لا انت مش واخد بالك يا كبير. ما اصل انا وانا عندي ست شهور كنت بلعب ووتر بولو، بس داد لاني فشلت. بقول لك ايه يا اكتم اكتم. ماما وير از ماي ماني؟ تعالى يا حمار. اي 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 انا قلت قلت مش عيد ولادة يا كبير. ايه؟ عيد ولادة ولادة يا كبير. يا أيوة. كبير بقول لك ايه يا كبير، انا لقيت التورته دي هناك، انت اللي جبتها ولا مين؟ ايه دي؟ واه دي شكلها زينه قوي. هنعملوا بيها ايه؟ هنلبسوها يعني؟ هناكلوها طبعا. ده كان الواد جوني هو اللي جابها. بقول لك ايه؟ تعالي نحط فيها الشمع دي احلى. ماشي فكره زين. يلا يا جماعة يلا يلا نحتفل. ابو الاجراءات بس مصلحه هستفرد بكيكتل. بانه هيبقى ربراب متطفح. طيب انت دربتي بعد ما تدهني وشك بالزبادي تديب اللوبيا معين سودي وتطحنيهم وتحطيهم تحت عينيكي؟ ما اقولكيش مفيده جدا عشان الحالات السودي. لا انا هقولك على وصفه اقوى بكتير. قولي. انت تجيب صوص الباربيكيو وتدق عليه فصين توم
وبعدين تحط عليه نقطة جليسرين، وبعدين تدهنه على وشك زين، هيدي وشك لمعة وبرونزاج كده. واه برونزاج كيف تامر هدرس ولا علا غانم؟ لا كيف الأستاذ خيري رمضان. إيه ممكن برضه، بس صدقيني يا ست هدية، أنا من ساعة ما دربت وصفة الزبادي دي وأنا حاسس إن أنا اتغيرت، فرق معايا. أولاً ما بقتش أعطش، تاني حاجة بشرتي بقت أنعم وأطرى. صح يا دي هدرس؟ أيوه صح، حتى دسك دي. آه دي نعمة قوي. What the hell is going on؟ واه أنت شايف اللي أنا شايفاه يا دي هدرس؟ أيوه دي هي. هي مين؟ بس كيف؟ أيوه صح، كيف؟ دي ما بتطلعش غير للأستاذ أحمد هارون والأستاذة مي سليم. دي حباية دي ولا إيه؟ ما طلعت لنا إحنا ليه؟ يمكن عشان قلنا نعمة ونضرة؟ أيوه صح صح. هي مين؟ فاتيكا. فاتيكا إيه؟ هدية، أنتوا كلتوا من الكيكة البني اللي عليها رسمة الماريوان ورقة شجر شبه ورق العنب؟ أيوه أكلت منيه. ومين تاني كل؟ كلنا، كل المصريين. صعيدي وبناخوك البورسعيدي والشباب السكراني والمدينة مدرجات، والهادي مع السهاجي والكناوي والقناوي والمحلة واللي مية مية والنوبة القومة، ما توصيش السوايس الدنيا هاي سكيدة كيدة. بس بس فين الكبير؟ كبير مين؟ أنا ما فيش أكبر مني هنا. بقول لك إيه يا سجوني، سيبك من الكبير والصغير، تعال دسه هدرس، شوف بشرته نعمة ونضرة كيف. نعمة كيف البيبي؟ دسك دي؟ دس ايه يا ابني؟ دس بقول لك، مش هدس؟ دس بقول لك، تعالى دس. اوه ماي جاد، بقول لكم ايه؟ هروح اشوف ايه اللي بيحصل. هدرس بابا ماسك الجبن القريش ده مضر عشان بشرتك، هيجيب لك ترهلات. لازم ناخد بالنصيحة. شكرا فاتيكا. رجولة سليمة، الرصاصة مش فيها بعد، أنا خسرت الرهان. ياه ما خسرت جاني الرهان. أنت اللي تحركت. لا أنا ما تحركتش. إيه طيب نجربه تاني، خذ الطلقة دي. اوه شيت. الجلة ما اتكسرت يا بعدك وخسرت الرهان للمرة التانية. اوه ماي جاد، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا كلمتوا؟ ولا حاجة، اللي احنا كنا من اشرف. اوه ماي جاد، انت بتموت يا اشرف، بتموت. انا زين يا كبير. كبير مين يخرب بيتك؟ انا جوني. ايوه هو عمي يقول لي خسرت. اوه ماي جاد، انا بزومبي. يلا بينا على المستشفى، يلا. سيب القلة، سيب القلة. افتح بقك. يا سبحان الله، ده ايه ابني اللي جاب لي سنك هنا؟ وايه السنان دي كلها؟ في ايه يا دكتور؟ انت بتشتكي من ايه اصلا؟ انا ما بشتكيش من حاجه، اخويا هو اللي جاي يكشف مش انا. انت ما بتشتكيش من حاجه؟ اوكي خلاص. طيب شوف، انا هكتب لك دواء ما تمشيش عليه لمده اسبوع. ما بتشتكيش من حاجه، وبعدين تجي لي استشاره عشان الدواء ده لو ما نفعش اكتب لك دواء تاني ما تمشيش عليه برضو لمده اسبوع تاني. برا برا ولاد الكلب بهايم، برا. دكتور هيلب مي بليز. اشرف اشرف، يو كان دو ات، يو كان دو ات. يلا بليز اشرف، هروح مني. اشرف ازيك؟ ليك وحشه. انا بعرفك عليه، الحقوا. ماله أشرف؟ اشتكي من إيه؟ زي ما أنت شايف، يعني عنده كحة موسمية. وتسلخات بين البنين علشان بيجري في الحقول من غير بوكسر. مضروب 3 طلقات. 3 طلقات؟ ده ممكن يسهل في أي لحظة، ده غير الكحة والتسلخات دي، ممكن يعملوا له نزلة معوية في أي، مش عارف، في حاجة بتلزق في الجلابية، هو مش عارف دي بويا ولا إيه. بلاد بلاد. أوكي منت سونيا، تفتكر اكتب له ايه؟ مان ذس از سو ويرد. مين سونيا دي؟ سونيا دي زميلتي، اتعرفنا على بعض في براغ، كنا بناخد الزماله مع بعض، بس هي اكبر مني شويه عشان كده هي كونسلتنت. انا متاكد 100% انك رحت عيد ميلاد ولاد الكبير. انا وسونيا اي كان تيل، وكلتوا من كيكه براونش قطعتين. شت انا قطعه
وعزمت على سوريا وقطعة، بس قالت لي بليز مش قادرة، فعلا مش قادرة، أصلي هي عاملة دايت قيمتي، بس حتى هتلاقيها تخنانة هي شوية. بقولك الكبير فين دلوقتي؟ الكبير آخر مرة شفته كان ماشي مع المأمور. أو ماي جاد، يعني ماشي مع المأمور؟ سونيا خشي أوضتك دلوقتي، دي كلمة تقولها قدام البنت. يعني إيه؟ ووكينج جاست ووكينج. يس دايم، وضح كلامك. ماما سونيا لف يا حبيبتي خلاص. بقول لك إيه، أنت لازم تحبس نفسك في العادة هنا أتليست 3 دايز عشان تفوق من الدماغ الجامدة هدي اللي أنت عاملها دي. أشروف سي يو إن هيل. أو ماي جاد. بقول يا سونيا احنا هنقضيها ادب ولا ايه؟ اخ يا سونيا. الانكار ما يجيبش نتيجه، ما تخلص يا اخلص. انا خبر زين ان انتوا العصابه، فين البيتش باجي؟ يا فندم احنا مش عصابة. ولما انتم مش العصابة الراجل ده خايف ليه؟ بتاعتك يا يا فندم حضرتك ده طفل صغير عشان كده خايف. طفل عصابيتو فتاكيتو مانامينو. ايه يا باشا ايه؟ ايه خالت عليك وليه؟ خد يا تعالنا روح يا. مين قال ان ده طفل؟ ممكن يكون قزم عنده 46 سنة ومطلق مرتين. ايه؟ وانتو قياد عندك كم سنة؟ حرام عليك انتو مجانين ولا ايه؟ ده ابني يا باشا صرخة أب، ده أب حقيقي. خالت عليك؟ لا انت ما عندكش قلب، ده أب حقيقي. أنا آسف آسف حقك علي، أنا عارف إحساس الأبوب. آسف طريقك أخطأ، أنا محقوق لك. اطلع تنجز يا تنجز، تعال انجز انجز. كبير بقى ولا هنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه يا كبير؟ ده كلام لا مؤاخذة. ايه العصابة دي عوقتك دي ليه؟ ما بقاش في احترام ابدا للمواعيد، ما بقى الاجرام اتقل بركته يا كبير. العصابات زمان كانوا ولاد ناس ومحترمين، كان يدخلوا عليك في اللجنة كده يديك مزد قبل ما يخش. ايام يا باشا انت عم تتكلم على زمن السرق الجميل. ايام زمان دي كان الحرامي من دول شيك يلبس يونيفورم، تلقى ابيض في اسود في ابيض في اسود، تعرف الحرامي من اخر الشارع. اقول لك على حاجه، عشان كده بخاف اسيب الاسم لوحده. ديت انت ايه اللي انت بتعمله ده يا حضرت؟ مين فيكم المأمور؟ انا هوديكم في 60 داهيه. ايه يا عم انت تجنيت ولا ايه؟ انت ما خبرتش انت بتتكلم مع مين؟ انتوا اللي مش عارفين بتتكلموا مع مين؟ هيكون مين سعادتك يعني؟ مدير الامن؟ انا مساعد مدير الامن اللي هو سعيد العدوي. اي حد يقول لواء هصدق ان لواء الراجل ده زعيم العصابه. عصابه ايه؟ بقول لك مساعد مدير الامن. والله لما تكون مساعد مدير تشيلز نفسي. عشان خاطري يا كبير ما تضيعش نفسك، ابوس ايدك ما تضيعش نفسك. اي حد هيعدي هنا هيزاولنا يد ولا ايه؟ انتوا كلمتوا ولا ايه؟ اخرس خدوا الكلب ده على البوكس لغايه لما اروح للاسم. يلا بينك يلا. عارفين انا مين؟ على البوكس. في 60 داهيه على البوكس. ارمح ياد. فكرنا سايبه ولا ايه؟ بيزاولونا يا كبير. هدي جيبي لي مي نعشتها.
انت يا جاموسة. انت يا بيت. تسخطي من الليل.